فيلمنا النهاردة بيتكلم عن مزرعة تيران كبيرة بيظهر فيها كام تور صغيرين بيلعبوا، وبعدها بنشوف بطل فيلمنا التور فيردناند وهو صغير وهو رايح يسقي وردة، وساعتها بتوصل عربية للمزرعة وبتجري التيران الصغيرة تتفرج عليها، وبيعرفوا إن العربية دي هي اللي جاية تاخد التور اللي هينافس في مصارعة التيران. ووقتها بيسأل فيردناند صحابه بيقول لهم يا ترى مين التور اللي هيختاروا للمسابقة، فبيرد عليه صاحبه بيقول له أكيد باباي ولما أكبر هيختاروني أنا كمان، لكن صاحبه التاني بيرد عليه وبيقوله لا طبعا هيختاروني أنا، ده أنا بتدرب على ابتسامة النصر دي من دلوقتي. وبيتدخل صاحبهم التالت ويقول لهم لا طبعا هيختاروني أنا علشان أنا الأسرع، وساعتها بيتريق عليه صاحبه ويضربه ويوقعه على الأرض. وبسرعة بيجري فيردناند علشان يطمن على صاحبه اللي وقع، لكنه بيقوله ابعد عني أنا كويس. وقتها بيجي صاحبهم الشرير ده ويحاول يتخانق مع فيردناند اللي بيدافع عن نفسه ويقول له أنا مش خايف ولا ضعيف بس أنا مش بحب الخناق، وساعتها بيتريق التيران الصغيرة عليه ويقولوا له أنت التور الرقيق اللي بيحب الزهور. وبعدها بتدخل التيران الكبيرة الحلبة وبتقعد التيران الصغيرة علشان يتفرجوا عليهم. وقتها بيتفرج عليهم من بعيد مصارع التيران علشان يختار واحد منهم للمسابقة، وساعتها بيختار بابا فيردناند، لكن فيردناند بيزعل وبيسأل باباه هو أنت لازم تروح يا بابا؟ فبيقول له طبعا ده حلم أي تور. وقتها بيقول له فيردناند هو أنا ينفع ما يبقاش ده حلمي؟ أنا عاوز أبقى بطل من غير ما اتخانق. وساعتها بيقول له بابا لما تكبر أحلامك أكيد هتتغير، أتمنى العالم يمشي بنفس نظرتك دي لكن الأمور مش بتمشي كده. وبيودع بعدها بابا اللي بيركب العربية وبيمشي، ولما بيرجع فيردناند لأصحابه بيلاقيهم داسوا على الوردة بتاعته فبيتضايق جدا وبيقعد مستني بابا يرجع. وساعتها بترجع العربية بس بيلاقيها فاضية فبيزعل جدا، وبيجري فيردناند بعيد ويحاول أصحاب المزرعة يمسكوه. وبعدها بيوصل فيردناند لمحطة القطر، وساعتها بينط جوه عربية القطر اللي بتتحرك بسرعة وبتمشي، ولما القطر بيقف بينزل فيردناند منه ويلاقي الدنيا بتمطر، وساعتها بيتزحلق في الطين وبيغمى عليه. وبعدها بيصحى بيلاقي نفسه في حظيرة، وبتدخل عليه بنت صغيرة وبتحاول تهديه وبتديله الوردة اللي في شعرها، وساعتها بتلاقيه بيشمها ومبسوط. وقتها بتاخده لباباها والكلب بتاعهم وبتقوله من دلوقتي ده بيتك، وبتفضل تفرجه على المكان وبتفتح له باب المزرعة وبتسيبه يجري ويلعب وسط الخضرة وبيفضل يشم الورد وهو مبسوط. وبعدها بتمر الأيام وفيردناند بيفضل عايش في المزرعة مع البنت وباباها وبيكبر وسطيهم. وفي يوم بيصحى فيردناند وهو فرحان قوي وبيروح يصحي الديك والكلب ويقول لهم النهاردة ده يوم مهرجان الزهور، ده أروع يوم في السنة. وقتها بتوصل البنت وباباها صحاب المزرعة وبيفرح فيردناند جدا علشان هيروح معاهم مهرجان الزهور. وساعتها صاحب المزرعة بيقول له للأسف مش هينفع تروح معانا. وبعدها بيقعد فيردناند تحت الشجرة وهو زعلان بيقول ايه يعني كبرت عادي ما انا لسه زي ما انا، وبيقرر انه يروح المهرجان ولوحده. وساعتها الناس بتشوفه وبتخاف منه، وخصوصا لما بتقرصه نحلة لانه بيفضل يصوت بصوت عالي ويجري يمين وشمال. وبعدها بينقذ طفل صغير كان هيقع عليه حاجات، لكن الناس بتصر انه وحش وعايز ياكله، وساعتها بيجري وراه صاحبه ويقول له انت لازم ترجع حالا المزرعة. وقتها بتحاول الناس تمسكه لكنه بيكون خايف وبيهرب منهم. وساعتها بيدخل بيت واحدة عجوزة علشان يستخبى فيه، لكن برضو الناس بتشوفه وبتمسكه وبتحبسه في عربية. وقتها بتجري البنت صاحبته ورا العربية وتفضل تنده عليه. وبعدها بتوصل العربية للمزرعة وبيكتشف فيردناند ان هي دي المزرعة اللي هرب منها وهو صغير. وساعتها بيقابل هناك معزة وبتعرفه بنفسها وتدخله معاها لحلبة التيران علشان تعرفوا عليهم، لكنها بتكتشف بعدها انهم يعرفوا بعض. وقتها بيقرب التور الشرير من فيردناند ويفتكر انه راجع علشان يهزمه، وساعتها بيقول له اسمع انا هزمك وقت المسابقة في الحلبة، وبيسيبه وبيمشي. وبتاخده المعزة وتوديه قطه، وبعدها بيدخل حيوانات صغيرة عليه وهو نايم وبيخافوا منه، وساعتها بيطمنهم ويقول لهم أنا مش بأذي حد، وبيديهم أكل ويودعهم. وبعدها بيحاول فيردناند إنه يهرب بس بيتكهرب. وقتها بتضحك عليه الحيوانات وبيسألهم إزاي قدرتوا تكونوا بره وأنا محبوس جوه هنا، فبيقولوا له علشان إحنا طيبين إنما أنت تور متوحش. وبيبص فيردناند جنبه فبيلاقي الحشرات
مرات الصغيرة بتقدر تعدي من تحت السور وهو ضخم ومش قادر، وبعدها بيروح صاحب المزرعة ليهم علشان يحمسهم للمسابقة، وكل التيران بتصيح علشان عاوزينه يختارهم. وقتها بتبدأ التيران تجهز علشان تتسابق قدام الراجل بتاع المسابقة اللي بيكون أشهر مصارع تيران، وساعتها بيتفتح الباب وبتبدأ التيران في المصارعة ما عدا فيرديناند اللي كان رافض يشارك في المسابقة معاهم. وبعدها بتشوف التيران صاحبهم وهم بياخدوه للمسلخة، وهو يعيني فاكر إن هو رايح المسابقة فبيزعلوا جدا وبيتأثروا. وبنشوف بعدها البنت صاحبة فيرديناند وهي قاعدة مفتقدة وبتعيط. وتاني يوم والخيول بتتدرب، وقتها بتيجي المعزة وتقول لفيرديناند انت لازم تتدرب انت كمان، فبيرفض وبيروح ينقذ أرنب صغير، وكمان بيساعد حيوان تور صاحبه انه يرفع شعره علشان بيكون نازل على عينه وما بيعرفش يشوف منه، فبيشكره ويقوله ازاي قادر تساعدني رغم اني ضدك في المسابقة. وساعتها فيرديناند بيقوله علشان احنا اصحاب وانا اصلا مش مهتم بالمسابقة. وقتها بتتضايق المعزة وبتقول لفيرديناند كفاية مساعدة في التيران، انت كده مش هتكسب. وبعدها بتتريق الخيول على فيرديناند وبيقعدوا يرقصوا قدامه، لكن وقتها بيدخل التور صاحبه وبتدخل باقي التيران والحشرات الصغيرة علشان تساعده، وبيتغلبوا على الخيول في الرقص وهم فرحانين. بس ساعتها بيدخل عليهم التور الشرير وبيتريق ويقول لهم خليكم كده رقصوا، لكن بكرة أنا هبقى التور اللي هيروح المسابقة وأنا الوحيد اللي جاهز فيكم. وساعتها بيتأثر فيرديناند بكلامه وبيسيبه وبيمشي، وبيقول للمعزة أنا عايز أرجع بيتي وأروح لصاحبتي. وقتها بيحكي لها عن صاحبته وباباها، وبتتحمس المعزة وبتقوله أنا كمان عايز أروح معاك، بس هنخرج من هنا إزاي؟ وبعدها بيروح فيرديناند وبيطلب مساعدة حيوانة صاحبته إنها تدخله البيت، وبتوافق على طول وتروح تفتح الباب وتدخله البيت. ولما بيدخل البيت وقتها بيشوف صورة بابا متعلقة على الحيطة، وبيشوف صور تيران تانية كتير كلهم راحوا المسابقات وما رجعوش منها. وساعتها بيقرر فيرديناند إنه يرجع لباقي التيران ويحذرهم، وبيقول لهم إن مفيش حاجة اسمها حلبة مصارعة، وإن التيران بتروح هناك علشان يضحوا بيهم. لكن التور الشرير بيقوله أنا ليه أصدق واحد جبان زيك؟ التور اتخلق علشان يقاتل ويكسب يموت. وبعدها بيصمم إنه يصارع فيرديناند وهو بيفتخر بقرونه اللي بتتكسر بسبب غروره. وساعتها بيشوفهم مصارع الحلبة وبيختار فيرديناند للمسابقة. وبعدها بيقرر فيرديناند إنه يهرب وياخد معاه باقي الحيوانات، وبيروح يقنع التور الشرير إن هو كمان يهرب معاهم. وساعتها بيكتشف إن الحيوان صاحبه لسه في المزرعة وبيقرر ينقذه هو كمان. وبعدها بيقتنع التور الشرير بكلام فيرديناند وبيركب معهم العربية، وساعتها بيهربوا من المزرعة وبيجري وراهم صحاب المزرعة. وبعدها بيركبوا باص وبيوصلوا لمحطة القطر وبيستخبوا تحت القضبان، لكن ساعتها بيشوفهم صاحب المزرعة وبيمسكهم. وبعدها بتظهر صورة فيرديناند في التلفزيون وبتشوفها صاحبته وباباها، ووقتها بيعرفوا إنه هيبقى في مصارعة التيران وبيقرروا إن هم يروحوا له الحلبة. وبعدها بيجهز المصارع للمنافسة، وبتروح المعزة لفيرديناند وبتقوله انت لازم تقاتل علشان تكسب. وساعتها بيدخل المصارع الحلبة والجمهور بيحييه، وبيبص فيرديناند على الجمهور وهو خايف. ووقتها المصارع بيقرب منه، وبتيجي ناس ماسكة عصيان فيها سكاكين صغيرة وبيضربوا فيرديناند بيها. وساعتها فيرديناند بيثور جدا وبيجري ويخطف القماشة الحمراء من ايد المصارع. وقتها بيجري المصارع وراه وهو ماسك سكاكين، لكن فيرديناند بيقدر يتغلب عليه، بس بيشوف وردة تحت رجله وبيقعد يشمها وبيهدى خالص. وبعدها بيقرب المصارع منه بالسكين، وساعتها بتعترض الجماهير وبتطالب بإطلاق سراح فيرديناند. وبعدها بتجري البنت صاحبته من وسط الجمهور وهي بتنده عليه، وساعتها بيجري عليها فيرديناند وبيحضنها وبيرمي الجمهور عليهم ورد. وبعدها بتقرر الحيوانات والتيران إنهم يروحوا يعيشوا مع البنت في مزرعتها، وبيرجع فيرديناند لبيته اللي بيحبه وبيرجع تاني يعيش مع البنت والزهور اللي بيحبها. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.